مزيد من التفاصيل ينضم الينا هاتفيا الكابتن مصطفى يونس نجم منتخب مصر والاهلي السابق. اهلا بك معنا كابتن. وفي البدايه توقعاتك لهذه المباراه المهمه، الاهلي الترجي التونسي في البطوله الافريقيه الليله، تفضل. اهلا بك يا نهى. طبعا برحب بحضرتك والساده المشاهدين. في شك ان ماتش صعب جدا، نهائي مبكر جدا جدا، واحنا نعلم مدى العلاقه الكرويه ما بين شمال افريقيا كلهم مع بعض يعني، وبالذات تونس سواء على مستوى المنتخبات او مستوى الانديه. فماتش صعب جدا، الترجي من الانديه الكبيره جدا، وانا بشكر الكابتن المحترم المدرب الكبير كابتن بنزرتي لانه يعرف حجمه وقيمه النادي الاهلي. اتمنى ان النادي الاهلي يعرف حجمه ولاعيبتنا تعرف مقدارها، لان الناس دي كلها بتفكر 100,000 مره قبل ما تيجي تلعب النادي الاهلي. صحيح. لان النادي الاهلي اسم كبير جدا 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 في افريقيا، ولازم نستغل دي الحته دي. وبعدين علاوه على جمهورنا النهارده مهم جدا جدا تواجده النهارده، لكن لعيبه الترجي لعيبه كبار برده، ولعيبه عندها خبرات، ولعيبه لعبت الماتشات دي كتير، فبالتالي دي هنا جايه من صعوبه المباراه. لكن اتمنى الكابتن حسام لاختياراته تبقى مظبوطه بدايه المباراه، تغييرات مظبوطه في وقتها. ما نقدرش نقول مين يلعب ومين ما يلعبش، لكن قوام الفريق معروف. هل الشيخ اللي هيبتدي مع عبد الله السعيد ولا صالح جمعه؟ لان كل الاساسيات موجوده، هيلعب بازارو كراس حربه ولا اجاي؟ كل دي بتاعت حسام البدري بس هو اللي يقدر يتكلم فيها. طيب كابتن مصطفى، حضرتك قلت جملة مهمة جدا لا يمكن ان انا اعديها مرور الكرام. في الحقيقة حضرتك ذكرت الان انه الاهلي لازم يكون واثق من نفسه، انه هو يعني فريق له قيمة وتاريخ كبير، وبالتالي الاخر يعني يعمل الكثير من الحسابات ويدرك الكثير من الحسابات في مواجهته للاهلي. هنا ما الرسالة اللي حضرتك عايز توصلها من خلال هذه الجملة اللي حضرتك قلتها دلوقتي؟ هل حضرتك شايف انه احنا عندنا الثقة يعني او عدم توازن مثلا في هذه المباراة؟ هل حضرتك شايف خلفيات احنا لم نراها؟ حضرتك قصدك ايه بهذه الرسالة؟ اولا انا بحييك على الملاحظة دي، يعني بحييك تماما على هذه الملاحظة، ودي الملاحظة على منتخب مصر وعلى النادي الاهلي حتى في الدوري الممتاز. النادي الاهلي يجيد اول ما بيجيب هدف. طالما ما جبناش جول بتبقى العصبيه والميت باص كتير والاستعجال كتير، لكن اتمنى تبقى دي البدايه. وانا مره ثانيه وثالثه ورابعه بحييك على الملاحظه دي. شكرا. اللي انا ما كنتش عايز ابينها في سياق الحديث، لكن انت اجبرتيني ان انا اقول اتكلم فيها بالتحديد وباستفاضه، لان احنا للاسف عايزين نكسب من اوضه اللبس. احنا معظم ماتشات الاهلي احنا بنكسب في الوقت الضايع، فبالتالي لازم يبقى عندنا ثقه من بدايه المباراه. صحيح. ومش عايزين يحصل زي ما حصل الماتش المصري، لازم يجي فينا جون عشان نبتدي نلعب. لازم يبقى في اسلوب لعب وفي طريقه لعب. احنا لعبتنا لازم عندها ثقه من الاول، وطالما هناك ميس باص كتير يبقى في اخطاء كتير. صحيح. فلازم نخلي بالنا من الحته ديت. الكور الثابته بتاع تونس لازم نعمل حسابها تماما، بالنسبه لرامي ربيعه، بالنسبه لشيف اكرامي، بالنسبه لسعد سمير، الاطراف اذا كان معلول او فتحي، كل دي مميزات في الكره التونسيه بيعرفوا يلعبونا منها. صحيح. طيب كابتن بكل صراحه، حضرتك الان او متخوف ولا مترقب بحذر فكره وجود 20,000 من الجماهير بيتابعوا وحاضرين المباراه؟ حضرتك احساسك ايه في هذه الجزئيه، وايه الرساله اللي حضرتك توجهها للجمهور بما ان حضرتك نجم يعني محبوب جدا ورسالتك دايما بتكون نافذه بالنسبه لجماهير الاهلي؟ فضل. اولا جماهير الاهلي زي طول عمرنا بنقول جماهير مصر عموما هي اللاعب رقم واحد. ووجودها دفع كبير جدا للعيبه، واحنا بقالنا سنين ما بنلعبش من غير جمهور، واحنا بنطالب بالجماهير عشان ماتش المنتخب، وشفنا ماتش المنتخب فيه 80,000 وما حصلش اي حاجه. انا كنت اتمنى ال 80,000 يكونوا موجودين النهارده، لان النادي الاهلي بيمثل مصر. ارجو ان اللعيبه الجداد ما يبقاش في ضغط عليهم من الجماهير، هم مش متعودين على الجماهير ديت، لكن جماهير الاهلي اتعودت. طالما الكره في الملعب يبقى الاهلي هيجيب جون وهيكسب. ده ما معناه ان احنا هنلعب لاخر دقيقه لاخر ثانيه، لان الماتش ده مهم جدا، لان في الماتش الثاني هناك، فلازم الماتش النهارده يحسم. وزي ما قلت قبل كده، على الاقل لازم يبقى فيه
فرق جولين عشان يبقى فيه طمانينه لحد ما ماتش العوده، لان برضو الترجي في تونس فرقه كبيره جدا وفرقه قويه جدا وجماهير تونس عاشقه للكوره، فالجماهير جماهير الكوره عموما هي اللاعب رقم واحد في الملاعب، وارجو الهدوء ثم الهدوء ايا كانت النتيجه، لان احنا عايزين الجمهور يرجع وعايزين ملاعبنا تتملي بجماهير الكره المصريه عشان يبقى الكوره لها طعم في مصر، وده دافع قوي للاهم ان شاء الله 8 الشهر الجاي هو ماتش المنتخب باذن الله. صحيح، شكرا ليك كابتن مصطفى يونس نجم منتخب مصر والاهلي السابق على هذه المداخله الكريمه من حضرتك، شكرا ليك.